السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو متصور قبل مباراة الكلاسيكو اليوم الأحد تاريخ 21 21، فيوم الأحد في كلاسيكو بين الريال وبرشلونة، وطبعا مدريدي يعني للعظم. فإنه يب قبل ما تبدأ المباراة حبيت أصور لكم لعبة. هي اللعبة اسمها الليمو أو عدم الترك، يعني هيك شيء، أو لا تتركني وكذا. أي لعبة باختصار هي عبارة عن مراحل ولازم نتخطاها لنوصل للنهاية ونختمها في اليوم. إن شاء الله بنقدر نختمها مع بعض. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك، وإذا ما لك مشترك اشترك يا حبيبي. بصندوق الوصف بتلاقي فيه لينك، هذا اللينك موجودين فيه جميع حساباتي، منها انستا، تيك توك، وديسكورد للي حابب يتواصل معي. ويلا مع الفيديو. أوكي، مثل ما انتم شايفين يا شباب، هي اللعبه بتنلعب بالكيبورد، لانه مثل ما انتم شايفين ما في ماوس. اوكي، فهي اللعبه بتلعب بالكيبورد. الله يستر يا رب. هي اللعبه فيها مقاطع شوي تخوف، حتى الموسيقى تبعها. اوكي اوكي اوكي، بدنا نلحق الفراشه ونحاول نمسكها. اويك، واي ار يو هير. اوكي، بدنا نلحقها. هذا شو هذا؟ اوكي. بظن كيف بدنا ننط نحن هلا؟ اوكي، دي وسبيس. اوكي اوكي حلو. اوكي، عم بيشوف خياله على الماي. في دبل جمب؟ ما في دبل جمب ولا لونج جمب. اوكي، بدنا نتعربش هون. حلو، اوكي حلو، اوكي ننجي لهون. حلو حلو، بدنا نطلع على البيت. لا، ثاني شو نمسكه؟ ما عم بقدر اقرا انا بشو بدي امسكك يا حبيبي. اوكي، بالشيفت بالشيفت. يب، بالشيفت بالشيفت بالشيفت. لا، وقع منا. نرجع لهون، خلينا نجيبه. اصبر، بدنا ندف شو دفش. اوكي حلو. لا 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 لا، كيف مات؟ استغفر الله. اوكي خلص، اوكي جابونا من هون. ندفش ندفش ندفش، بدنا نحطه هون كرمال نطلع عليه. حلو، هون الارض مانها تمام، عم نص هيك طريه. بدنا نركب على هاي. لا، بدنا نجيب هاي. بدنا ندفش هاي لهون كرمال نطلع. بس هي ما فهم انا شو بدنا نسوي هون. من هون هيك بدنا ننط يمكن. ما عم نقدر ننط يا حبيبي، ما عم تندفش اكثر من هيك، ما عم تنسحب. تعال نكون بدنا نجيب الصندوق هداك. معقول بدنا نجيب هذا الصندوق؟ ما بظن. ثواني نشوف فيني. شو اسمه؟ ما فيني احمله معي، انسى. بدنا نحاول نطلع على العرباي، مدري شو نسوي هون كرمال. شو كرمال نطلع على هاي هلا هون؟ اوكي، انا ما فاهم شو بده يصير هون. فينا نطلع هون؟ ما فينا نطلع هون، عرفان انا. بدنا نسحب هاي، ما عم تنسحب. طب مربوطه بي، لا مربوطه بحبل، ما عاد حتى كبس الشيفت. شوف، ايوه اوكي، اسحبها 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 اسحبها. معقولة بينقطش الحبل بعد شوي؟ ضلنا نحاول. بدي اسحبها، بدي احطها بنص تحت هاي، تحت هاي اللي عم تدور طاحونة الهواء، كرمال اقدر اطلع عليها ونط على الجنب الثاني. بس ما اكثر من هيك ما بتنسحب. طب ندفشها هيك، جرب جرب جرب، نكسره. اوكي انسى. شدي 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 شدي، ما بتنسحب اكثر من هيك. طب انا اوكي شو اسوي؟ من هون؟ طيب، طب نطش يا حبيب الحبل، من هون نرفعه للحبل، نسوي اي شيء. كنترول، ما في، مستحيل. طب اوكي، كيف نكمل من هون؟ طب ما حاطين لنا شيء ادفايس اي شيء. صراحة انا مخي مسكر. مدري انا مخي مسكر، مدري الغلط من اللعبة. يعني قالوا لي شدة، اوكي، وما عم تنشد في حبل. لا قديش ضلني شدة؟ طيب من هون ممكن. ما
ما عم تندفش حتى يا حبيبي. طب اوكي ثواني ثواني، هيك 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 هيك، حتى هيك ما عم بيصير شيء. انا قلت مشان الحبل، طيب بنكسره نقطشه يعني، الحبل ما عم ينقطش يا حبيبي، مربوطة العربية. طيب شو سوي انا هلا؟ ما فاهمة. ايوه يلا 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 يلا، حنط 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 يا ايوه، بس كفو. يلا يلا يلا، ايه طب كيف ما جبتها؟ يلا ايه 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 ايه، هلا 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 بنلحق ان شاء الله. يلا ايه ايه ايه، كفو. طب اوكي شو بدنا نسوي؟ ما فيني اطلع اكتر من هيك انا. اوكي وقفت، قبل شوي جربت نط، انا ما قدرت نط. طيب الو هوا، يجي هوا، ننفخ بركي تلف. بطلت تلف. يلا 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 يلا، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايوه كفو. ثاني على الاخير على الاخير على الاخير. ايه يا عم نتسلق عليها وتوقف. ما ها ما نتسلق عليها، ما فينا نطلع. شو هالكذب باللعب؟ يلا 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 جيبها، كفو. ومن هون ما عم بقدر اقلب لهنيك. طيب شو المسخرة؟ ايوه طب ما عم يطلع، ما عم يطلع، ما عم يطلع. ما عم نتسلق عليها، ما فينا نطلع. حلو تسلقنا عليها. طيب اوكي شوف هلا هيك بتوقف. ما مستحيل يوصل بني آدم، ما عم بوصل. ايوه جيبها، كفو، لحقنا. من هون ما فينا نطلع. يلا يا حبيبي تعال. ايوه نطينا بكير. هجرب لاخر مره، ما زبطت بدي احذفها للعبه لانه انمغصت. ايوه كيف ما وصل لها حبيبي؟ يلا نتيمها. يا رب يا رب يا رب يا رب توصل لهون. هلا بنط المفروض نلحق. ايوه كفو، اطلع اطلع. ايه ما اول شيء هي ما بتقلب، تاني شيء ما عم بيوصل. شو هالمسخره؟ هنشتغل اليوم شد عرباي ودفش عرباي، كسر جسمنا من كتر ما وقعنا. المفروض اللحي ما تقلي. ايوه كفو، اطلع اطلع. طيب ها شوف وقفت. ايوه ايه ايه، لك مستحيل مستحيل مستحيل. نط. ايوه ايه اوكي، هلا بنلحي بنلحي بنلحي. ايه 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 ايه، ما شوف ما ركب فيها الحمار. ايه ايه ايه، اطلع كفو. ايه كفو، اخيرا يا زلمه، والله رفعت لي ضغطي. اوكي شكلنا صرنا بالمريخ. اوكي اوكي نتعربش، اطلع اطلع. ما كان يطلع، بيجلو طلع الدولاب شكله. اوكي كيف غرقنا؟ طيب انا طلعت لاخر الحبل وعم نط مشان اوقف على جذع الشجره. شو هالمسخره هاي؟ شوف شوف شو غبي. اوكي شوي شوي، هدي هدي، ناخذ نفس عميق. ثواني ناخذ نفس عميق. طيب يلا اطلع. ما عم يطلع، ما فهمان انا ليش ما بوقف على جذع الشجره. اقسم بالله انه اللعبه مغص. طب نشيل الدولاب بينشال. اوكي ثواني، شوف شوف شوف. اوكي طيب هون شو بدنا نسوي؟ ما بعرف بشو بده.
يعني كبسوا لي هون شفت، بس انا بالحبل كيف بدي امسكه للدولاب؟ يعني ما فهمان انا بصراحه. الدولاب بينحمل؟ ما بينحمل اول شيء، بينمسك بس هيك دفش يعني. وهون نوقف هيك؟ طيب ما بيوقف هيك. اوكي طيب هون انا شو بدي اسوي هلا؟ اطلع اطلع حبيبي، ما عم يطلع. وبجزء الشجرة ما دقيقة، أنا عرفت شغلة. ثواني 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 ثواني، تعال نجرب اللعبة. أقسم بالله المراحل تبعها يا إنه ترفع الضغط. شوف وقع الغبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثواني ثواني، نجرب نمشي هيك. أيوة ما بده يمشي الدولاب لهني. قلت نحاول نمشي على الدولاب. طيب ما بده يمشي، خلص الدولاب. الرسام قايل له ما بتتحرك من هذا المكان مشان ما شقك نصين. ف طب امشي يا حبيبي امشي. طب ندف شو هيك، اصبر ندف شو هيك، ما بيندفش. طيب مالنا غير الحبل معناتها. طيب بعد ما نمشي بالحبل المفروض نطلع على البيت، هيك المنطق بيقول. بس انا ما عم بعرف ليش اللاعب تبعي ما بده يمشي على البيت. ثاني نحاول هيك على الحبل، بركي بدنا ثاني ننزل هيك كمان. ننزل ننزل، ايوه روح يمين روح شمال، روح يمين روح شمال، روح يمين روح شمال، روح يمين روح شمال. نشتغل نشغل عمو اينشتاين اللي جواتنا. يمين يسار يمين، قوة الجاذبية 9.81، وزننا 50 كيلو، ارتفاع 2.5. بنضرب هذا على هذا، بنقسم هذا على هذا، ضرب 100 تقسيم هذا، بيطلع عنا انه بعد هي اللفة لازم ننط. ايه على الفاضي. اينشتاين طلع بهذا الزمان الفيزياء متطورة فما قدر يعني يفيدنا بشيء. تمام فنحن بنعمل هيك وبنرجع هيك ونطلع هيك وما عم يمسك بقى. انا بشو بدي امسك؟ استغفر الله العظيم، زمان اللعبة اقسم بالله يا انها بترفع الضغط. طيب اطلع، ما بده يطلع. والدولاب ما حيتحرك لانه الهواء جاي معاكس. يعني شوف الرسم هون، الدولاب هيك والهواء عم يجي من هون هيك، فبيضل ثابت هون. يعني بدنا الهواء يمشي هيك ليمشي الدولاب هيك، وحتى نحن عكس التيار. طيب ثواني بس، طب ما عم يمسك لا بهذا الجزء ولا بالجزء الثاني. ما عم بفهم انا شو بدي اسوي بيم اللعبة. يعني ما في ادفايس انه هون هيك حبل تاني مثلا. بصراحة اللعبة انها بترفع الضغط بشكل ما طبيعي، يعني اقسم بالله انا اكثر من هيك لعبة بترفع الضغط بعمري ما شفت. فانه ما حكملها لانه دمي هيك صار يفور والضغط صار عندي 300. فهيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. تمام اذا عجبتك، اذا عجبك هذا المقطع وعجبتك ردة الفعل حط لنا لايك وما تنسى. إذا مانك مشترك وأول مرة عم بتشاهدني كمان حط لنا لايك ما تنسى. بصندوق الوصف بتلاقي فيه لينك، بتلاقي فيه كل حساباتي إذا حابب تتواصل معي.